ستريبتوكوكس بايوجينز ديزيز، الأمراض اللي بتسببها الستريبتوكوكس بايوجينز إيش هي؟ دي من الحاجات المهمة. فلوكرال تونسلايتيز التهاب بتاع اللوز، والفارينجايتيز التهاب الحلق. 30% is ستريبتوكوكال بايوجينز. ما هي سبريد؟ طبعا ممكن تكون التهاب فيروسي وكده وكده، بس البكتيريا 30% 30% هي ستريبتوكوكس بايوجينز. ما هي سبريد تو ميدل اير كوزينج اوتيتس ميديا، ممكن تروح للأذن الوسطى تسبب التهاب الأذن، التهاب الأذن تايتس ميديا. ماي ديفولب بري تونسيلر ابسيس، ممكن تعمل خراج بجانب اللوز ويسمى كوينزي كوينسي كوين كوين كوينسي. ماي سبريد تو ذا ماستويد كوزينج ماستويدايتس، ماستويد ده ماستويد بروسيس دي العظمه اللي ورا الأذن، تسبب ماستويدايتس يحصل فيها التهاب في العظمه نفسها، ودي من الحاجات الخطيره. انفكشن اوف ذا كونكتيف تيشو لودويكس انجاينا، ممكن تعمل التهاب في الكونكتيف تيشو وتسبب اللودويك انجاينا. دي الستريبتوكوكس بايوجينز والالتهابات التي تسببها. ممكن طبعا لو عملت ماستويدايتس ممكن تعمل مننجايتس، التهاب الحمى الشوكية، اوتايتس ميديا، مننجايتس الديزيز اللي بتسبب الستريبتوكوكس بايوجينز، مننجايتس حمى شوكية، اوتايتس التهاب الأذن، سينوسايتس التهاب الجيوب الأنفية، تونسيلايتس وفارينجايتس التهاب اللوز والحلق، أدينايتس الأدينويد تلتهب، نيومونيا التهاب الرئة، إندوكاردايتس التهاب القلب، سكين في الجلد ممكن تسبب ثلاثة حاجات، عملية إمبتايجو ورقات صغيرة صغيرة، السيبليس شفناهم قبل كده، والسكارلت فيفر، البيو بيرال فيفر دي في اليوترس في الرحم، تعمل مايوسايتس التهاب في العضلات، وفاشايتس التهاب كمان في العضلات الطويلة. طيب برضو من الحاجات الرسمة دي مهمة، الانتري بتاعها طبعا عن طريق النوز، والإكزيت ممكن عن طريق النوز، السبريد ممكن عن طريق البلد الدم تنتشر. السيكويل يعني ايش ممكن ينتج عن الستريبتوكوكس بايوجين، السيكويل بتاعتها ايش هي؟ ده ممكن سؤال بتاع ام سي كيوز. نون سبيراتيف الروماتيك فيبر، روماتيزم القلب، او كلومارونيفرايتس تصيب الكلى، يكون واحد بس عنده التهاب في الحلق بعد شويه يجي التهاب في الكلى او يجي التهاب في القلب. دي من الاشياء اللي ممكن تسببها. طيب بكتيريميا انسبتسيميا، ممكن تسبب بكتيريميا والسبتسيميا ده اللي هم التهاب في الدم. ثرو ليمفاتيك ليمفادينايتيس ان ليمفانجايتيس، ممكن تسبب التهابات في الليمف كمان، تسبب لين ليمفادينايتيس وليمفانجايتيس. ميكوز منينجايتيس حمى شوكية، واندوكاردايتيس التهاب القلب، وستريبتوكوكال نيومونيا التهاب الرئة. سكارلت فيفر ريسروجينيك توكسين بروديوسينج سترينز، تعمل لنا سكارلت فيفر، بتلقى فيه طفحي كده، في حساسية كده في الجلد وحبوب في الجلد، سكارلت فيفر. السكين ديزيز اللي سبب الستريبتوكوكس بايوجينز، الحاجات دي كلها انكلودد في الرسمة، نفس الشيء. امبيتايجو كونتاجيوزا، امبيتايجو بتلقى زي حبوب كده مثلا تكون حوالين الفم تكون معدية، استافة وستريبت تكون، او سيبليس او سيرولايتس التهاب السطحي دي، والنكروتايزنج فاشيايتس، فاشيايتس نكروتايزنج فاشيايتس. الروماتيك فيبر ايش هي؟ الروماتيزم او حمى الروماتيزم، روماتيزم القلب، تلقى يقول لك عنده روماتيزم في القلب. 2 to 3 weeks after streptococcal infection، بعد اسبوعين لثلاثة اسابيع من الالتهاب بتاع الستريبتوكوكال بيحصل الروماتيك فيبر، تحصل occurs in 1-2% of population runs in family، في 1-2% من البوبوليشن وتكون موجودة في العائلات runs in family. autoimmune disease مرض مناعة ذاتية، autoimmune استربتوكوكال انتيجينز ميميك كاردياك ماسل انتيجينز، ليه؟ لانه الانتيجين الجرثومة بتشبه الكاردياك، هي اوتوميون، الروماتيك فيبر دي اوتوميون يعني جهاز المناعة، لاحظي مو انه جرثومة تروح تصيب القلب او الكلى، لا هي اوتوميون. ليه؟ لانه الاستربتوكوكال انتيجين الجرثومة بتاعت الاستربتوكوكال دي تشبه حقة القلب كاردياك ماسل انتيجينز، فهي بتهاجم الكارديك مسل لأنها فكراها عبارة عن جرثومة أو تهاجم الكلى طبعاً. 50% have heart lesions pericarditis، 50% يحصل لهم التهاب حوالين القلب، و 6% have CNS involvement، 6% من الناس منهم اللي بيحصل لهم روماتيك فيفر ديلا، 6% 6% يحصل لهم كورية، اللي كان الواحد يصير كانوا بيرقص، يعني أنا بكون في شنو عدم توازن،
كوريا أتاكسيا. الشيلدرين الأطفال بيكون أعمارهم من 5 سنين إلى 14 years، 5 to 14 years. بالسبب بيكون الكوريا روماتيك فيفر بيكون عندهم في السي ان اس 6% منهم كوريا، ده الرخص اللي هو بسبب الأعصاب قلنا. يبقى هو ما بسبب ايش؟ اوتو اميون. اوتو اميون اكيوت جلوميرولونيفرايتس كمان ده بيحصل بعد الاستريبتوكوكل، بعد الاستريبتوكوكل اللي تيجي في الحلق او في الجلد، يعني الاستريبتوكوكل الانفكشن اللي تيجي التهاب فيها في الفارينكس او في السكين. نيفروجينيك سترين سيروتايبس 4 و12 و21 و28 دي اللي هم ممكن يسببوا اسر معكله. لاحظ دي كنا 2 to 3 weeks بعد ما يحصل الالتهابات، دي بتحصل after 1 week after the skin infection بعد اسبوع. deposition of immune complex on the basement membrane of the glomeruli. deposition of immune complex مواد مناعية تقعد في البيزمنت ممبران بتاع الجلوميرولاي. وبكون عندهم ايش؟ عندهم الجلوميرولونيفرايتس. لو انا عايزة اتأكد منهم لو كومبليمنت، لو تعمل كومبليمنت تحليل الكومبليمنت 3 وكومبليمنت 4 دول بنلقاهم لو كومبليمنت. طيب كيف نعالجه؟ الاستريبتوكوكس باقيين نعالجه كيف؟ resistant to dryness remain viable for several months if kept away from sunlight، تكون مقاومة للدراينس، تكون عايشة for several months لو بعيدة عن الصنلاي. sensitive to most antibiotics حساسة لمعظم المضادات الحيوية، لكن أحسن دواء ليها هو البنزايل بنسلين. بنزايل بنسلين هو أفضل علاج ليها، اللي هو البنسلين ده الأبيض. الإميونيتي antibiotics against بروتين M DNAs وهيالورونيدز and streptolysin O، دي الأجسام المضادة، تتكون أجسام مضادة ضد الحاجات دي، بروتين ام ودين ايز وهيالورونيدز وستريبتولايزين او. انتي بروتين ام بروتكتيف فور 1 تو 2 ييرز بالتايب سبيسيفيك، للانتي بروتين ام بروتكتيف فور 1 تو 2 ييرز. انتي توكسين ريسروجينيك توكسين بروتكتيف تايب سبيسيفيك. التشخيص كيف نشخصها؟ لاب باللاب بالمجهر مايكروسكوبيكالي، والكارسور مزرعة، بكتيريا سين سينسيتيفيتي، بيتا هيموليتيك جروب اي is sensitive بتكون حساسة لهم. انتي ستريبتلايزين او نعمل تحليل ايز او تايتر، الايز او تايتر بيعملوا تحليل للدم، تحليل الانتي ستريبتلايزين او. التايتر لو كان اكثر من 200 معناها انه كان في ريسنت انفكشن، يعني التهاب في الحلق كان قريب. التريتمنت البنسلين زي ما قلنا البنزازين بنسلين و التريتمنت اوف توس الافضل علاج. ثانك يو.